مهنة التعليم يا شيخي مهنة الأنبياء، وهي رسالة مقدسة. ما هي رسالتكم بعد هذا السؤال والإجابة الشافية لكل معلم ولكل معلمة من خلال تجربة الأستاذة زمزم الدهمانية لهذه الفئة من المعلمين؟ على كل حال أنصح نفسي وأنصح كل من يمارس مهنة التعليم أن يكون مخلصا لله تعالى في تعليمه، لا يبتغي من وراء ذلك المصالح المادية أو الشخصية، وأن يكون أيضا أمينا في نقله للعلم، بحيث يعلم أن كل معلومة يلقيها على الطلاب قد تؤثر في سلوكهم، بل توجه حياتهم كلها، فهم هو مؤتمن على هذه الأمانة ومسؤول عنها بين يدي الله تعالى. كما أطالب المعلم أيضا أن يكون حريصا جدا على رفع مستوى طلبته، بحيث لا ينزل هو إلى مستواهم إلا بقدر ما يوصل إليهم المعلومة، ولكن يحرص على رفع مستواهم وتحمل أذاهم، خاصة في هذا العصر، بحيث شارك المعلم كثير من المؤثرات في توجيه الطالب وفي تعليمه، وربما بعض هذه الوسائل أو المؤثرات سلبية، فينبغي أن يصبر المعلم على اللأواء التي يجدها، وليستعمل الوسائل المعينة مع الدعاء لأجل الارتقاء بطلبته. وإن استطاع، فهذه نصيحة لله تعالى، إن استطاع أن يرعى الطالب رعاية خاصة، بحيث يستمع إلى تلميذه ويحاول حل مشكلاته إن وجدت، فإن هذا له دور عظيم في التعليم وفي التوجيه التربوي أيضا. هو المعلم، هو الأب، هو الصديق، هو الناصح هكذا. فبالتالي شخصية المعلم ليست كبقية الشخصيات في الوظائف. نعم، كما قال الصحابي رضي الله تعالى عنه بعدما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في موقف، يقول: والله والذي نفسي بيده، يقول: ما رأيت أحدا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما عنفني ولا ضربني، وإنما قال لي كذا كذا كذا. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يكون المعلم حازما تارة لا شك، ولكن جانب اللين والرفق هو الذي ينبغي أن يكون غالبا عليه، وهو يتعامل مع أطفال لم يكلفهم الله سبحانه وتعالى أصلا، وربما بعضهم يناهز الاحتلام، أو قد يكون مكلفا إذا ظهرت عليه إحدى علامات البلوغ، أو أنه وصل السن 15 على الراجح عند المحققين من أهل العلم، ولو لم تظهر شيء عليه شيء من علامات البلوغ، ولكنه مع ذلك لازال حدثا، لازال قليل الخبرة في الحياة، أكيد، فيحتاج إلى تحمل وصبر، والله تعالى يوفق من يشاء من عباده لعمل الخير. اللهم آمين.